السلام عليكم أزول فلاون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وأنصار شبيبة القبائل دائما في جديد أخبار شبيبة القبائل لنهار اليوم. طبعا بالإضافة لمستوى اللاعبين الكارثي، الكناري عاش مهزلة أمام الحمراوي والتحكيم طبعا كمل عليها. حق الشبيبة أصبح يهضم في العديد من المباريات، لقطة تخريب كانت استمرارية لقرارات عشوائية، بقى الأنصار بجانب فريقهم أكثر من ضروري، ولقطة تخريب كانت استمرارية لقرارات عشوائية. طبعا بن زايد قد يعود إلى المحور في اللقاء القادم. الأنصار ضغطوا من أجل الإبقاء عليه أساسيا ولعب الأدوار الأولى كاش عام إن شاء الله. إحلال شيء لم يكن على الحكم، قال لك تراجع عن ركلة جزاء الشبيبة، نقص الخبرة أصبح مؤثر جدا على بن رابح لأنه ما عندوش خبرة كبيرة وصبح يأثر عليه. يستحق فرصة للاعب لكن ربما نحتاج إلى حارس إلى غاية شفاء غاية مرباح. طبعا بن شيخة يطالب بإيجاد مخرج للأزمة ويضع الكرة في مرمى لاعبيه، أكد أنه لا يمكن الدخول للتسجيل في مكانهم، واللاعبون اشتكوا من قرارات الحكم لكنها ماشي سبا صراحة، موش سبا قرار الحكم، على بالنا مهما كان ظلم التحكيم وكذا، ولكن انتم يعني كلاعبين في التيرا صراحة ما مديتوش هذاك الماتش وما لعبتوش، يعني ما شمختوش تريكو، وهذه صراحة تقال يعني صراحة. لا وجود لخطة تكتيكية ولا وجود للعب منتظم ولا وجود لأي شيء ولا تسجيل لأهداف ولا الدفاع يعني كان مخربط في بعضه. لايك على هذا الفيديو وابوني في القناة وخليونا الآراء تكون في التعليقات.